هلا بقينا نحن قشرية وحدة، هلا رح نشوف شلون تنطبقها. بس هلا هاي المبادئ، شو كان شوية مشاريع اشتغلتها هاي استفدنا منها موضوع القشرية. هذا مشروعي بالسنة الثانية، معرض سيارات كان. فالقشرية يعني هون الفكرة بالمشروع انه يعني خلينا نقول القشريات إلى نوعين أساسيات. أول نوع منها هي فكرة بهالمبنى هذا، والنوع الثاني هو العلمية. في عندي قشريات ناتجة من تعديل مجسم بسيط، يعني خلينا نقول بوكس معدل ماشي، أو سلندر معدلي. هلا بوكس أنا إذا أخذته بالإف إف دي بوكس ممكن أوصل منه لشكل قشرية بسطح، ما هيك؟ فهي نوع من القشريات بيكون شكلها متظام. القسم الأولاني من المشروع اللي هو هاد وصلت له من هالنتيجة هاي عن طريق إف إف دي بوكس، وشكلها كان هلا بنشوفه شلون. يعني عبارة عن مربع وحروفه معمول له فيلات، فممكن نوصل لهالفكرة هاي عن طريق إف إف دي بوكس وتيبر، ممكن أوصل أنا لهالنتيجة هاي. بس مثلا القشرية الثانية، شوفوا اللقطة الخلفية تبعيتها، هي ممكن تنتج عندي من مجسم بسيط، حتى مسقطة إذا شفناه ما أنا مسقط بسيط، بينما هاي مسقطة شايفين شلون نوعا ما منتظم يعتبر، ممكن أوصل لهالنتيجة هاي. الفكرة هاي منين جاي؟ مثل ما حكينا كروس سكشن وسيرفيس، عبارة عن أركات. هلا هون مشان يعطينا هالتباين هاد بدنا نحط ارك فوق وارك تحت ونكمل كروس سكشن. فهون صار موضوع، يعني شوف شو العدد طلع معنا، العدد كبير لحتى قدرت اوصل لهون. بتعطي تعامل خلينا نقول احلى، بس التعامل معنا اصعب، كنتيجه احلى بالنتيجه النهائيه، بس التعامل معنا اصعب. وطبعا قدمت خطوط وقتها، اكيد ما كان عندنا ماكس لسه، بس بعد ما قدمت ورندرت غير. فهي اول حالي. عنا الحالي الثاني، شوف كان في صور تانية. هدول كمان مشروع اشتغلته لطالب مشروع تخرج، بالفكرة بهالابنية هاي شفناها طبعا بالصور. فشايفين الجائز هون شلون عم يبدا عريض معي، شو حد فالصور يعني اللي كنت شايفه نفس هذا بالضبط. لحتى نوصل له، هذا ما بينعمل معنا بارك عادي، ما بينعمل معنا بأوامر رسم بسيطة، كلهم عن طريق كروس سكشن وسيرفيس هدول مثل ما شايفين. فهون الجائز نفسه له ثلاث أقواس كروس سكشن وسيرفيس، والكتلة كلها شو إلها؟ قوس قوس تحت، نفس الورقة اللي عملناها من شوي، قوس قوس تحت، وبعدين شو بنعمل لهم كروس سكشن وسيرفيس. فهون ركبنا تنتين، وحدة للجائز وحدة للكتلة هاي. هون كمان عشان اذا نطور موضوع اكثر، شوفون هدول 3 تون اللي هن هون. وكمان ضفت فكره ثانيه هاي كمان استفدت منها بموضوع الكروس سكشن والسيرفيس بمشروع التخرج. السقف هون مكرر، هي نفس فكره القبلة، يعني شوفوها هون عباره عن لاينات وارك، وبكروس سكشن وسيرفيس موصلين لها النتيجه هاي. هلا هون طب يعني مدخلين شغلتين، اول شيء اخذت فكره الانابل لحتى تعطينا الجوائز العريضه، وفكره ثانيه شو ضفت فوق هون؟ اللاتس مشان تعطينا التقطيعات هاي. فنحن هيك ممكن نستفيد لافكار، شوفها بلوجها، لافكار معماريه. هاي اللقطه هون طبعا كمل لتكميل عبارة عن أركات كمان، يعني قصدي هذا الحيط نفسه معمول بكروس سكشن وسيرفيس، اللي هو هذا خطه، وبعدين مكمل معي اللي هن هذول اللي شايفينهم كروس سكشن وسيرفيس تنركبهم. ورجعت استفدت من هذول نفسهم كمان دخلتهم باللاندسكيب. فنحن القشرية اللي بقيت لنا هلا بالواقع هي هاي، نفس مبدأ هذوليك بس يعني معقدة. شوفوا واجهتها، شايفين النتيجة؟ يعني شبيهة بهدول الشغلات، بس مثل ما حكينا هاي شو نوعها رح تكون أو تعمل معها شو رح يكون؟ ما أنا منتظم يعني نسخ عشوائي. فرح نرسم نحن مقطع منه ونكرره بالروتيت حوالي 5 نسخ ماشي، وبعدين بسكيل نكبره شوي شوي لحتى يطلع معنا بسكيل، رح نكبرهم شوي شوي لحتى يطلع معنا الشكل هذا. ما بس بسكيل، إذا شايفين الواجهة شايفين شلون هذا خلينا نقول رسمه بسيط، هون شو صار معنا؟ معقد اكثر، احنا اكثر. فبدنا ندخل شو نعدل كمان نقاط ماشي. رح طبقه انا عشان التسجيل ونرجع طبقه انتم معي. رح اخذ لاين سموث، رح نعتمد نحن على
هذا الخط تمام على التوب رح ناخد رسمنا خط بعد الخطوة اللي بعدها رح ناخد من بعد المحور هيركي effective but only ونسحبها لبرا تمام هلأ بعدها أنا برأيي رح أعمل rotate angle snap مثلا هيك نسختين instance ورح أخذها افتلا أخذها نسختين كمان instance تقصدت انه يكون ابعد يعني بس مشان خلي الفرق نوعا ما يعني مختلف يكون الموضوع عشوائي كرر نسخة ثالثة معلي هلا هيك مبدئيا ممكن انا اخذ امر سكيل ممكن هاي نخليها اكبر وحده فيهم او هاي بعدين اصغر تمام بعد اصغر سكيل سكيل ماشي فانا لما بطلع فيها بالفراغ عم تطلع معي بالشكل هذا بس اللي ما حلو بالموضوع انه كلهم تقريبا قد بعضهم اذا طلعت عليهم على الفرونت شايفين شلون يعني اخذين نفس الخط فممكن لسه حتى يطلع معي شغل احلى رح اخذ مثلا هاي اللي هي اكبر وحده يا اما عدل بنقاطها يا اما شو اعمل لها عملت لها سكيل على الزد ماشي فكبرت معي اكثر شايفين فرق بين هاي وهاي بعدها ممكن اخذ هون اكبر شوي بعدها هاي اكبر شوي بعدين هون رح اخلي هاي على نفس ارتفاعها وبعدين شو نعمل نصغر هاي فهلا انا مجرد ما انا عم طلع عليهم شو عم يعطوني شايفين كيف عم حس بال في تباين في هيك شيء فهلا مجرد ما اعطيهم كروس سكشن سيرفيس رح يطلع معي الشيء اللي بدي اياه رح بس بعدهم شوي كثير في رح اخذ هاي بعد النقطة لجوا قل له ميك يونيك نصفة انستانس ميك يونيك مندخل هاي شوي لجوا خذ هدول التنتين تمام هيك فبالنتيجة انا وصلت لهالشكل هذا تمام خطوات نفس اللي عرفناها من شوي رح ناخذ هون التاتش ميك يونيك التاتش اول خط ماشي بعدها كروس سكشن تمام هيك بعدها نعطيه امر السيرفس طبعا هون اول شيء ما رح يطلع معي بظن لا تمام بس قصدي هون يعني في كتير حدية نوعا ما كسرة تكسير فبناخذه وشو بنعطيه يا اما بزير يا اما سموث هلا البزير احلى بالشغل بس احيانا بيعمل هاي المشكلة فلذلك رح نعطيه هون شو سموث بيبقى نعم هلا ما حلو انكم تحركوه هيك والله مشان يعطيني احلى يعني حلو انه هدول المصاعد شو تبقى معي خطوطها مستقيمة فهي كمان خلوها ببالكم في عنا هون هاي الخط هلا شوفوا هون اذا اعطيته سموث اذا فعلنا اذا اعطيته سموث يعني رح اخسر الحدية هاي الموجودة شايفين الفرق؟ فهي حلوة لما بكون هون بدي احط جوائز او اضلاع حلو كتير يطلع حواليها الحدية هاي خلصنا اول نسخة رح اعمل نسخة تانية كلون كوبي وشو راح الغي منها نلغي منها السيرفيس نلغي منها الاضلاع هاي شو بعطيها انيبل انيبل ومنعطيها سماكي فراح تطلع معي بهالشكل هذا تمام ممكن مثل ما قلت لكم ناخذ الكتلة الثانية راح انسخها ريفرنس كلون ريفرنس موديفاي راح اضيف لها لاتيس لاتيس تمام بقول له هون ستريس اونلي هلا هون كمان ملاحظه هاي انه بالواقع هون ما عم ناخذ غير الاضلاع الاربعه انا اذا بدي اياه ياخذ كل شيء تقطيعات في عندنا فكرتين اول شيء اسمه اجنور هيدن ايدج اذا لغيتها شو عطاني؟ اعطاني كل شيء تفاصيل موجوده بالكتله كل شيء خطور رح نزلها انا للنص
ما حلو كتير تطلع ظاهرة، وأعطيه سايد زيدة شوي وأعطيه سموث. فبالنتيجة طلعت معي هالشكل هذا. هلا إذا ملاقيها كتير قاسي الإجنار هيدن إيدج، الأمر اللي أخذناه باللاتيس مشكلته إنه حتى الخطوط المايلة بطالع عليها. طب أنا ما بدي هالشيء، بدي بس خطوط مستقيمة، فلذلك رح نلغيه ورح نحفظه هلا مبدئيا، بعدين بنشوف شو الفكرة. نضيف أمر إيدت بولي، ما بدنا ندخل عليه إلى تفاصيل كتير، نضيف أمر إيدت بولي قبل اللاتيس، فمجرد إضافته رح يفهم منه الماكس إنه طالع عليه الخطوط هاي. ماشي، فهذا هو أمر كتير بسيط، بس الفكرة في التوزيع العشوائي بالقشريات. تفضل. هلا كان قصدك هون انه الخطوط مسقطة مستقيم قصدك؟ ايه هلا ممكن طبيعي هيك، ممكن طبيعي هيك، حسب التمرين يعني. بس انا هون انا قصدي انه يكون عشوائي. هلا بدك مثل ما انت عم تقولي عادي بنرسم وبنكرر، بتبقى معنا خطوط مستقيمة. يعني انت بدك المسقطة يطلع معي تقريبا خط مستقيم خط مستقيم. من هون قصدك ولا هون؟ ايه بزبط معك مثل ما بدك، بس هاي بالرسم انت ايه بالرسم نفس الخطوات يعني. هلا هنيك لانه كان المسقط عندي منحني، لما شفناه سبيسنج تول مسقط عندي منحني، بس يعني كلامك مزبوط. انا اذا بدي اركب هاي الحاله مع هذي بدي الجا للسبيسنج تول، بس هون انا اخذه انه بشكل عشوائي يعني رسم عشوائي يعني غير منتظم غير هذيك القشريه. بس هذيك اذا شفناها يعني ممكن هاي نفسها بدل ما يكون ارك عادي يكون الشكل اللي انت حاططه ببالي تطلع معنا هيك شيء. ممكن ممكن تطبق معي. خلص طبيعي ورجعنا على الجلسه الجايه. تمام هيك؟ في اي اسئله؟ تمام لهون؟